الخوت الفيديو اللي الاسئله اللي كنت عطيتوني في الفيسبوك راه درت لكم اليوم الفيديو. الى عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه شي حاجه بارطاجيوه مع الخوت ديالكم وتابونا معايا في لاشين ولايك الفيديو. شكرا وما تنساوش الخوت سعيد شو بغينا نفرقعوا عليهم في لاشين ديالو راه غتستافدوا مزيان. ها هو نتلاقاو في لاشين ديالي راه كاين فيديوهات مفيدين ان شاء الله داكشي ديال الخليعه شويه ديال المعلومات. الله يعاون. السلام عليكم يا اخوان، جينا لكم بواحد الفيديو جديد الاجابه على الاسئله. اول سؤال هو كيفيه معرفه الذكر بين الانثى؟ اول طريقه ممكن عده طرق لكيف معرفه الذكر بين الانثى. اول طريقه كدوز يدك على هذا الراس ديال هذا المكر. الانثى كتكون عندها واحد الحفره هنا، الذكر كيكون مسطح وانت عندها واحد الحفره هنا. رجلين كيكونوا ملاقيين لها بحال هكا، كيكونوا قد قد كتطلع من الشحيطه ديالها بحال هكا، كتجر لها الراس ديالك تبقى تحركو. ذكر بين الصوت ديالو من الراس ديالو كتكونش عندو الحفرة هنا، صباعو مكتكونش قد قد، واحد كبر من واحد هانتوما كتشوفو. الديالة ديالو هابطة سؤال تاني يقولك واحد الأخ كيفاش كتعرف الأنثى قربت تولد؟ هاي الأنثى هادي راه كتجمع فلاش، كتمشي لهاد البلاصة هادي كتقلب بحال هكا بشوية، كتقيس ليها البيضة، كتقيس واحد اللعيبة مسطحة كتعرفها بلي البيضة باينة. واحد أخر قالك كيفاش نمشي كيفاش نشري الحمام من السوق وما نكونش مغشوش فيه. هاد الزغلة ولادة تبارك الله راه في دقة ديامات، كتمشي كتشدو بحال هكا، مجرد تشد ديالك راه كتشدو كيبين لك الحمام واش واقفة ولا ما واقفاش. كتجي لي لهاد البلاصة هادي المعدة ديالك كتقلب، خاصك تلقى هاد اللحم هدا زرق موف، كتجي لي لهاد البلاصة هادي مكتلقاش لبسك لاصق فيها تلقاها نقية. كتشملو رائحة الفم تلقى رائحة عادية، وكذا كتكون خديتي واحد البياسة اللي تكون مزيانة. و كنتمناو من إلا عجبكم الفيديو تشاركوا معنا في القناة وديروا لايك للفيديو. شكرا الله يعاونكم مع فيديو سير ادوي عاود الفيديو دقه مراكشيه خاصك تعمل خليه يبدا خاصك دقه مراكشيه باش يبدا.